رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونتابع معا تتويج النادي الاهلي نادي القرن ابطال منطقه القاهره لكره الطايره تحت 19 سنه. فريق النادي الاهلي امام حضراتكم، ما هم اللعيبه والجهاز، والف مبروك للنادي الاهلي وكابتن حسام شعراوي مدرب الفريق ورئيس الجهاز كابتن طارق فريد، مساعد رئيس الجهاز الكابتن احمد زكريا، احمد شومان مخطط احمال، احمد محروس طبيب الفريق، رمضان جمعه اداري الفريق، لعيبه النادي الاهلي يوسف سامح رقم 2 رقم 1 بيلعب في مركز 2، محمد ياسر معد الفريق رقم 2، معتز هيثم ليبرو الفريق رقم 3، سيف حسام رقم 5، عمر هاني، عبد الرحمن محمد، زياد احمد رقم 7، محمد طارق ليبرو الفريق، حازم ايهاب رقم 10 بيلعب في مركز 3، زياد اسامه رقم 12 منتخب مصر، وادي برضو حازم منتخب مصر، ومحمد طارق منتخب مصر، يعني 7 من لاعبي النادي الاهلي في منتخب مصر. ادي امام حضراتكم منتظرين تتويج النادي الاهلي بالميداليه الذهبيه والمركز الاول في بطوله منطقه القاهره تحت 19 سنه. ونكمل اسماء اللعيبه، زياد اسامه رقم 12، انس حاتم رقم 14 منتخب مصر للشاطئيه، علي ياسر رقم 15 بيلعب في مركز 4، شريف محمد رقم 16، محمد خالد رقم 17 معد الفريق، نور الله محمد رقم 2 وواحد ورقم 21 وبيلعب في مركز 2، حمزه حمدي الصافي رقم 21 وبيلعب في مركز 4، مازن مصلحي رقم 24 بيلعب في مركز 4، عبد الله اسامه رقم 22 بيلعب في مركز 3. الف مبروك للنادي الاهلي بطوله منطقه القاهره تحت ال 21. هذا يعني هذه هي البطولات اللي دايما الاهلي بيبحث عنها، سواء في الكره الطايره، سواء في الكوره، سواء في السله، سواء في التنس الطاوله، سواء في الالعاب القوى، في كل الالعاب الاهلي دايما بيبحث عن البطولات وصاحب البطولات وزعيم البطولات. والاهلي دائما في المرتبه الاولى في الصداره، الاهلي دائما بلاعبيه واجهزته واعضائه وجماهيره ومجلس ادارته كلهم بنقول لهم الف مبروك للنادي الاهلي بطوله منطقه القاهره للكره الطائره تحت 19 سنه. ادي الكابتن حسام شعراوي اهو المدير الفني بيتكلم مع حد من جهازه واحد الزملاء، والف مبروك للكابتن حسام وبالتوفيق دايما في البطولات القادمه. وطبعا يحضر تتويج المنطقه موجود المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكره الطايره، وموجود انا شايف امام حضراتكم منطقه القاهره موجود اللواء منصور محمدي رئيس المنطقه، والهام عبد الفتاح نائب رئيس المنطقه، ومهندس سامح فوزي والدكتور طارق سمير، والمدير التنفيذي الدكتور مراد البارودي، وموجود طبعا من الاتحاد الكره الطايره المهندس ياسر قمر، دكتور وائل انديل، وموجود طبعا امام حضراتكم اهو لحظه التتويج ان شاء الله هيتم. ادي ياسر قمر مع كابتن هاني مصلحي، حصل على المركز الاول النادي الاهلي بعد فوزه واكتساحه نادي الشمس 3 لا شيء او ثلاثيه 25-22 25-14 25-16. الاهلي وصل للدور النهائي اهو، ياسر قمر رئيس اتحاد الكره الطايره واقف مع لعيبه النادي الاهلي وبيبارك لهم، ومعاهم هاني مصلحي مدرب نادي وادي دجله. بنقول ان لاعبي النادي الاهلي فازوا على عدة فرق قبل ما يوصلوا إلى النهائي مع نادي الشمس. هقول لحضراتكم فازوا على مين عشان يبقى احنا برضو محققين، لأن أنا كنت بكلم الكابتن حسام شعراوي قبل المباراة، وكان وقال لي على الأسماء اللي الأسماء اللي أندية فاز على طلائع الجيش، وفاز على هقول لحضراتكم الأندية دلوقتي. وادي امام حضراتكم انتظار للحظات التتويج.
النادي الاهلي فاز على الطيران 3-1، وفاز على الجيش 3-0، فاز على الجزيره 3-0، فاز على الشرطه 3-0، فاز على مصر البترول 3-0، فاز على وادي دجله بالمعادي 3-0، فاز على الزهور نادي الزهور مدينه نصر 3-0، فاز على الجيش 3-0، فاز على يعني فاز في 7 مباريات ولم يهزم قط. وبعدين وصل للمباراه النهائيه مع نادي الشمس وفاز عليه بثلاثيه 25-22، 25-14، 25-16. وادي لعيبه النادي الاهلي بتسلم على لعيبه نادي الشمس، وطبعا حمزه حمد الصافي ده طبعا هو يعني كله والده حمد الصافي، منتظرين توزيع الجوائز وكأس البطولة، تسليم كأس البطولة للنادي الأهلي. المركز الثالث وادي دجلة فاز على زهور مدينة نصر 3-1 في المباراة قبل هذا اللقاء. وادي فريق النادي الأهلي أمام حضراتكم، كلهم صحاب مع بعض، كلهم حبايب وأصدقاء بيكلموا بعض. وكابتن هاني مصلح لاعب النادي الأهلي والمدير الفني لنادي وادي دجلة أهو بيداعب لاعبي النادي الأهلي وبيسلم على الجهاز الفني. ادي لعيب النادي الاهلي اهو امام حضراتكم، بقولهم لكم تاني، رقم 17 محمد خالد اهم بالترتيب، رقم 4 عمر هاني، رقم 10 حازم ايهاب، رقم 8 محمد طارق، رقم 7 زياد احمد، ورقم 6 عبد الرحمن محمد، رقم 4 عمر هاني، سيف حسام رقم 5، معتز هيثم ليبرو الفريق رقم 3، محمد ياسر معد الفريق الاساسي رقم 2، يوسف سامح رقم 1، وادي حازم ايهاب الفرق من احسن اللعيبه اللي لعبت. وادي امام حضراتكم اللي هيسلموا الجوائز، المهندس ياسر قمر اهو امام حضراتكم، وبجواره دكتور وائل انديل عضو مجلس اداره الاتحاد، واللواء منصور محمدي رئيس المنطقة، وإلهام عبد الفتاح نائب رئيس المنطقة، والمهندس سامح فوزي والدكتور طارق سمير أعضاء مجلس إدارة المنطقة. هيسلموا دول فريق نادي وادي دجلة هم بالتيشيرت الأصفر المركز الثالث والميدالية البرونزية، فازوا على نادي الزهور مدينة نصر بنادي الدكتور مراد البارودي المدير التنفيذي ومعلق الحفل اهو امام حضراتكم، بينادي على الفرق عشان يكرم الفرق. وفاز، بيقول ان الاهلي فاز بالمركز الاول بعد انتهاء مباراه النهائيه مع نادي الشمس بثلاثيه نظيفه تحت 19 سنه للشباب. ونواه المنتخب المصري موجوده في نادي الشمس ونادي الاهلي، يعني في حوالي 4-5 لعيبه من الشمس، وفي 7 لعيبه من الاهلي. بيشرفنا اليوم السيد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكره الطائره. لعيبه النادي الاهلي بتحيي ولعيبه اهو المهندس ياسر قمر امام حضراتكم، والسيد الاستاذ الدكتور عنديل عضو مجلس الإدارة الاتحاد المصري، وبدعوة من السيد اللواء منصور المحمدي رئيس مجلس إدارة منطقة القاهرة، الأستاذة إلهام عبد الفتاح نائب رئيس المجلس، المهندس يتفضل السيد اللواء منصور المحمدي رئيس مجلس
رئاسه اللواء منصور محمدي للمهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكره الطايره، هيسلمه له اهو امام حضراتكم. ادي اعضاء مجلس الاداره اللواء منصور محمدي والمهندس سامح فوزي والدكتور طارق سمير، وده الكابتن احمد المعتز والهام عبد الفتاح نائب رئيس المنطقه. ادي لاعيبه النادي الاهلي امام حضراتكم مبسوطين طبعا وبيتصلوا بالتليفونات وبيتقبلوا التهنئه من ذويهم ومن زملائهم. الف مبروك للاعبي النادي الاهلي تحت 19 سنه الفوز ببطوله منطقه القاهره للكره الطايره تحت 19 سنه من الشباب. نسمع كلمه المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكره الطايره. بسم الله الرحمن الرحيم. هيستلم هديه تذكاريه، يعني حاجه تعودت عليها منطقه القاهره كل بطوله من المراحل السنيه اهو. كابتن حسن محرم بتاريخ هذا الرجل العظيم، ده ابن الكابتن حسن محرم. تنظيم جيد اعتقد، يعني لنهائي بطوله منطقه القاهره كره الطايره تحت 19 سنه الجايين شباب. اول حاجه بيتم تكريمها الحكام من قبل مجلس اداره المنطقه واللي ادارت اللقاء كابتن منى مكاوي. يقول الاسماء كابتن مراد المدير التنفيذي لمنطقه القاهره. نجلاء طلعت دول كباتن، دي كانت نجلاء طلعت دي كانت مساعد الحكم. كابتن منى مكاوي، منى مكاوي كانت كابتن او الحكم الاول.
مجدي، دول اللي كانوا مشاركين في إدارة وتحكيم المباراة. يوسف ياسر، كابتن عمر ضياء، دول كانوا مراقبين الخطوط. وادي دجله المركز الثالث، وادي دجله بقياده الكابتن هاني مصلحي لاعب النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي السابق، هم اعضاء لاعبي نادي وادي دجله بالجي الاصفر. المركز الثاني نادي الشمس، المركز الاول طبعا ابطال النادي الاهلي فريق النادي الاهلي. ميداليات المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على نادي زهور مدينة نصر، نادي زهور مدينة نصر في المباراة الثالث والرابع. نادي الكابتن طارق الدسوقي رئيس جهاز نادي الشمس، اهو اول واحد. وبعدين فوتوغرافيا، خليكم مع بعض عشان يبصوا لكم انتوا الاثنين. دول لاعبي وادي دجله المركز الثالث. المهندس ياسر قمر بيسلم الميداليه اللي هو منصور محمدي. نادي الجهاز بتاع نادي وادي دجله، ورئيس الجهاز طبعا الكابتن هاني مصلحي. دول الجهاز الفني. بعد كده نادي الشمس المركز الثاني. اللي بارد اللي بارد ده لما تنزل معايا.
يتسلم شهادة المركز الثالث كابتن هاني مصلحي. اهو هاني مصلحي اهو رئيس الجهاز اهو. المركز الثاني نادي الشمس. تم تسليم الميداليات للاعبي والجهاز الفني والاداري لنادي الشمس. احمد وائل قنديل رقم 4 سيف عمر رقم 7 اياد شريف دول لاعبي نادي الشمس المركز الثاني. 5 علي وائل 11 احمد مصطفى 8 3 سيف جلال سيف جلال 12 من وادي دجل من نادي الشمس محمد طارق 6 عمر وائل 15 معاذ مصطفى هو بيتصور اهو مع مجلس الإدارة 17 محمد مبروك ده ليبرو فريق رقم 2 8 مصطفى نبيل 11 أحمد مصطفى 10 19 محمد منسي 18 محمد ماجد 4 سيف عمر ليبرو تاني وادي الجهاز الفني بقيادة الكابتن إسلام علي مدرب معاهم محمود الوزير محلل تقني ابراهيم بيوم اداري علي حسين مدرب احمال دكتور محمد الطوق طبيب احمد بغدادي اخصائي ورئيس الجهاز كابتن طارق ادسو وجاء دور الذهب والنادي الاهلي طارق الدسوقي رئيس الجهاز رئيس جهاز الكره الطايره بنادي الشمس صورة جماعية لنادي الشمس مع أعضاء مجلس إدارة المنطقة ومهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد.
تكريم بقى ابطال منطقه القاهره لاعبي النادي الاهلي تحت 19 سنه بالميداليه الذهبيه، وجاء دور الذهب لاعبي النادي الاهلي يستلمون الميداليات. الاول هم لاعبي النادي الاهلي مبسوطين وفرحانين، هنقول بقى اسمائهم. بطل منطقة القاهرة بينادي عليه الدكتور مراد البارودي مدير تنفيذي لمنطقة القاهرة. فريق النادي الاهلي بطل المنطقة تحت 19 سنة، وفعلا كانوا ابطال في الملعب. ادي محمد طارق رقم 8 ليبرو الفريق، محمد طارق رقم 2 يا محمد ياسر، رقم 2 معد الفريق محمد ياسر، رقم 21 حمزة حمدي الصافي، حمزة حمدي الصافي رقم 21 ابن الكابتن حمدي الصافي، رقم 12 زياد أسامة لاعب جميل رقم مركز 2 وبيلعب بذراعه الأيسر، زياد أسامة لاعب منتخب مصر ومحمد طارق منتخب مصر، وادي 14 حازم، وادي 14 أنس حاتم رقم 14 منتخب مصر كرة شاطئية، 24 مازن مصلحي بيلعب في مركز 4، 17 محمد خالد أطوالهم جميلة ومستقبلهم إن شاء الله هيكون باهر، رقم 10 حازم إيهاب، منتخب مصر، وهذه لاعب النادي الأهلي، رقم 1 يوسف سامح، رقم 7 زياد أحمد، رقم 3 ليبرو الفريق معتز هيثم، ليبرو الفريق، رقم 22 عبد الله أسامة لاعب منتخب مصر، رقم 10 حازم إيهاب لاعب ثلاثات منتخب مصر برضو، حوالي 7 لعيبة أو 8 منتخب مصر، رقم 6 عبد الرحمن محمد بيلعب ثلاثات، رقم 15 علي ياسر، رقم 20 نور الله محمد، كابتن حسام شعراوي مدرب الفريق، وبعدين كابتن احمد شومان مخطط الاحمال، واحمد محروس طبيب الفريق، ورمضان جمعه اداري الفريق، والكابتن كابتن احمد زكريا مساعد رئيس الجهاز، والكابتن طارق فريد رئيس الجهاز. كابتن احمد زكريا اهو رئيس جهاز، مساعد رئيس جهاز الكره الطايره للشباب. صوره تذكاريه طبعا لابطال منطقه القاهره للكره الطايره، ابطال الاهلي، نجوم النادي الاهلي. ادي هو كابتن احمد زكريا بيستلم طبعا شهاده للمركز الاول. هذه لاعبي النادي الاهلي وكابتن حسام شعراوي هياخدوا الصور التذكاريه. العكس بقى، العكس 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 العكس. بص 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 بص. وادي الكابتن طارق فريد رئيس الجهاز اهو. انا هخرج زوم قوي
العافية. صور تذكارية لأبطال النادي الأهلي لمنطقة القاهرة لكرة الطايرة 19 سنة. ربنا يحميكم إن شاء الله وتكونوا مستقبل مصر والنادي الأهلي في الكرة الطايرة رجال. يوسف سامح، محمد ياسر، معتز هيثم، سيف حسام، عمر هاني، عبد الرحمن محمد، زياد أحمد، محمد طارق، حازم إيهاب، زياد أسامة، أنس هاتم، علي ياسر، شريف محمد، محمد خالد، والله محمد، حمد حمد الصافي، نازل مصيرفي، عبد الله أسامة، والجهاز الفني ورئيس الجهاز طارق فريد ومعاونه أحمد زكريا، حسام شعراوي مدرب، أحمد شمال مخطط أعمال، أحمد محروس طبيب، رمضان جمعة إداري الفريق، وألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي بميدالية ذهبية بمنطقة القاهرة للكرة الطايرة. ولكابتن محمود الخطيب رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره وجماهير النادي واعضاء النادي الاهلي الف مبروك الميداليه الذهبيه وبطوله كبيره ان شاء الله، ودايما نكون على خير ومع بطولات اخرى للنادي الاهلي، دايما مع بطولات وانتصارات وانجازات للنادي الاهلي في كل الالعاب. ونحييكم ونقدم التهنئة للجهاز الفني ومجلس الإدارة، وألف مبروك للنادي الأهلي الميدالية الذهبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات دكتور مروان صالح معلقكم الرياضي بقناة النادي الأهلي.